السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم في درس بطاقة الأداء المتوازن. تحتاج المنشآت على اختلاف أنواعها، سواء مشاريع تجارية أو صناعية أو خدماتية، وكذلك الأهدافها التي تتنوع بين الأهداف الربحية وبين التي تقدم خدمات وبين المؤسسات الحكومية، كلها تحتاج بطاقة الأداء المتوازن. في ظل التغير السريع في بيئة الأعمال، وفي ظل تركيز أغلب هذه المنشآت على جانب من جوانب الأداء وإهمال الجوانب الأخرى، هناك الكثير من المؤسسات تركز على الجانب المالي وتهمل الأبعاد الأخرى. لذلك جاءت بطاقة الأداء المتوازن لتركز على أبعاد مختلفة في تقييم الأداء في المشروعات. مثلك عزيز الطالب، بعض الطلبة تلاحظه يركز على مادة من المواد الدراسية ويهمل بعض المواد الدراسية. كلا، هنا تحدث مشكلة، أن هناك بعض المواد ستتفوق فيها وتجيب معدلات عالية، وبعض المواد لربما تنجح فيها فقط. لذلك لابد من إيجاد أداة تقييم ورقابة تحقق بها الاستمرارية في السوق، أي يبقى الإنسان محافظ على بقائه في السوق ويحافظ على المنافسة فيه بقوة، ليحصل على أعلى الأرباح في مشروعه من خلال الموازنة بين أبعاد الأداة المختلفة. كلما كان هناك موازنة بين هذه الأبعاد المختلفة، كلما زادت من قوة المنافسة وزادت من استمرارية في السوق. لاحظ هنا، كما أن التطور التكنولوجي المتسارع في بيئة الأعمال ألقى بظلاله على وسائل الإنتاج وحقق وفورات اقتصادية في المنشآت المستخدمة لها. هنا التكنولوجيا ماذا عملت؟ زادت من معدلات الإنتاج، طورت من الإنتاج، وكذلك خففت من التكاليف، وذلك بالتخلص بزيادة الإنتاج وتقليل عدد الأيدي العاملة. انعكست بانخفاض كلفة الوحدة الواحدة من المنتجات التي أصبحت لا تشكل المصدر الرئيس في إيجاد الميزة التنافسية في السوق. إنه أنت اليوم مش هذه الميزة التنافسية، إنه أنت حجم إنتاجك كبير وتكلفتك قليلة، هذا لا يكفي إنك تحقق ميزة تنافسية في السوق رغم أهميتها. فالجودة للمنتج والمرونة في التصميم ومراعاة أخلاقية العمل في ذلك أصبحت وسائل ضرورية لمشروعات الأعمال. لاحظ هنا، لا نركز فقط على حجم الإنتاج، ولا نركز فقط على التكاليف، وإنما أصبحنا نركز على جودة المنتج، المرونة في التصميم، مراعاة أخلاقيات العمل في ذلك، أصبحت وسائل ضرورية لمشروعات الأعمال. طيب، ماذا نقصد بأخلاقيات العمل؟ أن ينتج الإنسان سلع لا تضر بصحة الإنسان ولا تلحق ضرر بسلامة البيئة مثلا، وزيادة حصتها السوقية أمام حصص المنافسين. وهنا يبرز مدى الحاجة لاستخدام أدوات رقابية استراتيجية حديثة كبطاقة الأداء المتوازن. فما المقصود ببطاقة الأداء المتوازن؟ وما أبعادها؟ وما آلية عملها؟ ما هي بطاقة الأداء المتوازن؟ تبذل العديد من المشروعات جهودا كبيرة في سبيل تحقيق أهدافها، وذلك عبر تنفيذ مختلف أنشطتها من بيع وشراء وإنتاج وتسويق وغيرها، غير أن قيمة وأهمية هذه الجهود تكمن في مقدار ترجمتها إلى أداء باعتبارها دالة لمختلف أنشطة وعمليات المشروع، لقياس قدرته على تحقيق أهدافه من خلالها. وللتعرف على ماهية الأداء المتوازن، إليك النشاط الآتي. إذن هنا لاحظ، الكثير من المشروعات دائما بتسعى أنها تحقق أهدافها، ولكن هنا عندنا الكثير من الأنشطة، عندنا البيع، عمليات البيع، عمليات الشراء، عمليات الإنتاج، عمليات التسويق وغيرها من العمليات التي تقوم بها هذه المؤسسة. هذه الجهود لابد أن تترجم إلى أداء باعتبارها دالة لمختلف أنشطة وعمليات المشروع، لأن المشروع ككل يعمل كنظام متكامل، فلا يمكن لجهاز من أجهزة جسم الإنسان أن يعمل ويتعطل باقي الأجهزة. إذن هنا نظام متكامل كجسم الإنسان، هناك العديد من الأجهزة، العديد من الأعضاء في داخل جسم الإنسان، كل عضية تقوم بعمل وتقوم بمهمة، والجميع الكل المتكامل هو التكون الإنسان. هل تعلم أن العالمين روبرت كابلان وديفيد نورتن قاما بتصميم بطاقة الأداء المتوازن في عام 1996، وأجريت على 12 شركة وحققت نجاحا باهرا؟ لذلك تم تعميم هذه إلى نشاط واحد، الأداء المتوازن. تأمل الصورة، هنا لوحة
على شاشة السيارة نلاحظ أجب عن التساؤلات الآتية. هنا نلاحظ وجود مقاييس ومؤشرات أداء كمي بأشكال متنوعة، فمنها ما يكون في صورة أو رقم على شكل صورة أو رسم معين له دلالته، توجد في العديد من المنتجات وبالذات الإلكترونية، منها كالطائرات والآلات الصناعية والغسالات الحديثة. تجد هذه اللوحة في طبلون السيارة، تجد هناك الأرقام، تجد هناك المؤشرات، تجد هناك الصور، هناك أدلة تدلل على هذه الأجهزة الحديثة. الأداء الواردة في الصورة وما فائدة كل منها. نلاحظ في الصورة لاحظنا مؤشر السرعة ويشير لمقدار السرعة بالكيلومترات لكل ساعة. هنا مؤشر السرعة بحدد لك سرعة السيارة، كم أنت تقطع من المسافة في عدد الكيلومترات في كل ساعة. مؤشر دوران المحرك اللي بقيس سرعة دوران المحرك في وحدة الزمن. مؤشر الزيت يقيس كمية الزيت في المحرك وحاجته للتبديل. ومؤشر أبواب السيارة والذي يبين وضعية أبواب السيارة إذا كانت بحاجة للإغلاق، هناك إشارة أنه أحد الأبواب مغلقة لكي لا يتعرض أحد الركاب للخطر. مؤشر خزان الوقود الذي يحدد الكيلومترات التي يمكن أن تسير بها المركبة في ضوء المخزون الموجود في خزان الوقود، وهذه إشارات ودلالات على استعجالك أو عدم استعجالك في تعبئة خزان الوقود لكي لا تضطر في وسط الطريق إلى تعطيل رحلتك في هذه السيارة. مؤشر البطارية يقيس درجة جودة التسخين في البطارية، بالإضافة إلى بعض المؤشرات التي تقيس عدد الكيلومترات التي قطعتها المركبة. السؤال الثالث، برأيك ما أهم مؤشر من مؤشرات الأداء في الصورة؟ هناك العديد من مؤشرات الأداء، مؤشر السرعة، مؤشر الحرارة، الوقود، مؤشر شحن البطارية الكهربائية. لا يمكن، لاحظ، أن نفاضل بين مؤشر أو آخر، فكل مؤشر له وظيفته، وأي خلل فيه سوف يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أداء المنتج السيارة مثلا. هل يمكن أن نقول هذا المؤشر هو أفضل من هذا المؤشر؟ فإذا هناك حدث خلل مثلا في أحد هذه المؤشرات ولم ينتبه إليه السائق وبقي متجاهل هذا المؤشر، فإن سرعان ما السيارة تتعطل أو تقف على حافة الطريق أو في وسط الطريق. لماذا؟ لأن السيارة لديها مؤشرات ولم يأخذ بعين الاعتبار السائق هذه المؤشرات. السؤال الرابع، ما الرابط بين هذه المؤشرات ومؤشرات الأداء في المشروع؟ المشروع نظام كلي يتكون من أنظمة فرعية لكل منها وظيفته التي تسهم في تحقيق الأداء الكلي للمشروع. وجه الشبه بين السيارة والمشروع أن المشروع يتكون من العديد من الأقسام والعديد من الأنشطة، كلها تعمل ككل متكامل مع بعضها كنظام واحد. فلا يمكن أن نقول المشروع هو فقط الإنتاج، ولا يمكن أن نقول المشروع هو فقط دائرة التسويق. لذلك المشروع عبارة عن منظومة ونظام متكامل، فلا يمكن قياس أداء هذه الأنظمة إلا عبر استخدام مؤشرات ومقاييس كمية أو نوعية أو كلاهما معا، علما بأن هذه المؤشرات أو المقاييس وسائل تستخدم للوقوف على فاعلية كل نظام فرعي من أنظمة المشروع. إذن هناك عملية قياس ومتابعة لأداء عمل المشروع في هذه المؤشرات. فالنظرة الجزئية التي تركز على قياس الأداء المالي للمشروع مثلا لا يعبر عن الأداء الفعلي الكلي للمشروع، وهذا جوهر بطاقة الأداء المتوازن، أي أننا لا نركز على جانب ونهمل الجوانب الأخرى. إذن هناك العديد من الأبعاد في داخل المشروع لابد من التركيز عليها التي تصب في أهداف المشروع الكلية. في الختام نشكركم على كرم المتابعة ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.